مبروك، أمك قالت لي. أنا من رأيي استعيل بالموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما مداهم إن شاء الله الخبر. هو خبر حلو، ليش ما تبي ينتشر؟ خلي ينتشر ونفرح فيكم. وأنا خل أقول لك شغلة، يعني أنا من رأيي إنك لا تأخر بالموضوع، استعيل فيه. اخت ميرة حلوة، بنية صغيرة وحلوة وكل من يتمناها، وفي اثنين متقدمين لها، بس أمي عيت قالت لا، الأقربون أولى بالمعروف. زين، يعني ما أدري، يعني أنا حتى ما تعرفت عليها، يعني أقعد وياها سولف معها سلفتين على الأقل. إيه ماكو مشكلة، أملك وذيك الساعة مرتك روح اطلع خذها، قعدوا بمطاعم بكافيهات، إن شاء الله لو تقعد معها بالبيت تعرف عليها على أخلاقها. أنا من رأيي هذا، أنا أقول لك يا استعيل بالموضوع أحسن لك. والله شورك زيت الله. يلا البركة. صج بسأل، وين منيرة الحين؟ تي ترى أمينة قالت لي عن الموضوع واحنا موافقين، وين نلقى احسن منكم؟ والله احنا اللي نتشرف بصراحه، كان بخت ناخذها يا معوده. والله احنا وين نلقى احسن من منيره؟ اعتبريها بنتك. بحطها بعيوني يا فعليج. بس ها، واللي تسوينه مع فارس تسوينه مع اولادك كل يوم تدوري له مره؟ لا 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 هذه الصلاحيات استخدمها بس مع فارس، حب حياتي ونظر عيني. ترى انت صدق تحبينه. أحبه، وبس أحبه، أعشقه، حافظته عن غيب، مو قادر أشتاق له لأن عطرة دائما بخشمي، أشبع إذا أكل، أسهر إذا كان نايم، كني نايم الدهر كله. أحب أشوفه سعيد، ما أحب أشوف حارم نفسه من أي شيء. أحب أشوفه يحبني. وعقب هذا كله حبك؟ اعتقد. شنو؟ واي انت صج تقهرين يا معودة. لا تقلبين المواجع، خلينا بعروستنا الجديدة. انت اللي بركه يا يمه، انت اللي يمعتينا ولميتي شملنا عشان تعرفين ان حليبك غالي عندي. حبيبتي الا صدق بسال، انتي امها بالرضاعه؟ ايه انا امها. ايه بنت اختي، اختي توفت الله يرحمها، وانا رضعتها مع اولادي الله يرحمها. بس ايه اعز واحده من بناتي، انا كنت اشيل اللقمه من حلج بناتي واحطها بحلجها. إيه. عدل؟ إيه صادجة. إيه صادجة. الله يسخركم البعض إن شاء الله. إيه آمين. آمين يا رب. آمين. تبارك الرحمن. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. 55 مثل ما يقولون على أختي. السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا بالحلا، يا هلا بالجمال، ما شاء الله تبارك الله. يا هلا فيك. ما شاء الله، هالجمال هذا ينشرب فلوس بصراحة. منو هالغبر اللي ما أحمد ربه وطلقك بالله؟ سكتي يا وخيتي، وعلي على بنيتي ما عندها حظ. لا إن شاء الله حظها قايم، مالك شغل، بالعكس بعدين بيني وبين زينتي طلقت علشان ولدي ياخذها. إيه عاد أهم شيء إحنا ما نبي نتأخر، نبي نستعيل بالموضوع. لا لا تحاتين، اعتبري الموضوع خالص بالمرة. إيه عاد تصدقيني يا وخيتي، منيرة أحسن وحدة من بناتي، وبارة فيني 24 ساعة تشتغل. يا يما قعدي ارتاحي، تقول مستحيل، تموت على النظافة، تموت على الترتيب. يعني فرضا إذا شيء محطوطيني غيرت مكانه ما تصير، ما ترتاح. وبعدين لا صار عندها فلوس كنا إيدها تحك. حلو يما، حلو 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 حلو، يا ريت تشتري شيء حق عمرها. لا تشتري حقي وحق خواتها. بعد عيل على كذي بتفلس ولدي؟ لا لا، من نور ويا حالات، لا تحب الماركات ولا الكشخه ولا الفلوس ولا الفشخره، ابد ابد مو مالتها السواق. وعلي مره دخلت عليها البيت، ما تقعد 24 ساعه تشتغل في بيت. يمه قعدي ارتاحي، زيبي خدامه مو راضيه. الا الخدامه عاد انا يما، الا الخدامه. لا لا بالعكس، شوفي انا ما ارضى على مرت ولدي انها تشتغل ولا تنظف، راح اجيب لها بدل الخادمه ثنتين.
اي انا لان بعد عشان ايدي. سلامة ايدك يا بعد قلبي، بسم الله عليك. زين الحين هم وين بيسكنون؟ بيسكنون عندنا، ولما يخلص بيتهم بيروحون له. وناسه اختي تسكن معي، انا وياك بنسكن بنفس البيت. يلا على بركة الله. هلا هلا العروس ما تيربب. يا زينها يا زينها. انت ليش قمتي؟ ما شفتي رقيه شلون كانت مستانسه فيك؟ يما الله يخليك لا تكلميني. شنو؟ انت هيا بتزوجيني ولا تبيني اشتغل خدامه عندهم؟ شنو انظف واغسل بعد؟ قولي اسوي لها مساج بالمره. مالك عليك المينونه. انا كذي قاعده احسن صورتك قدامهم، اقول عن بنيتي انها بنيتي هبه تريح تشتغل تعرف كل شيء. بعد انت ما سمعتي ايش قالت؟ بتجيب لك خدامتين ما ادري ثلاث، ايش تبين بعد؟ ليش قاعد تقولين بنتي تنظف وتغسل وكل شيء تسوي ما له داعي خدم؟ ليش قلتي ما له داعي خدم؟ وانا قاعده اشيل لك نبي خدامه، شو تبيني انا مره ثانيه اتعب اذا ما تعبت مع بدر؟ لا يا حبيبتي أنا قاعد أقول كذي علشانك، علشان مصلحتك. صدقيني يا يمه، أنت بس سمعي كلامي، والله والله أنك بتصيرين شيء ثاني، بتعيشين بعز، بتعيشين بخير، فلوس يا يمه. أنت شايفة بيته، أنت شايفة بيته، شايفة عيشته، يعني هذول بيقعدون من غير خدامة؟ أنت مصدقة هالشيء؟ طيب هذه أنت صادقة حاج. ماشي، بسمع كلامك. بس والله إذا طلع ضاري نفس بدر ما رح يطلع. أنت بس سمعي كلامي ووافقي وبعدين بتعيشين بالعز والخير يا يما. خلاص وافقنا. صوتي سقف يا بنيتي شاطرة من نور الحلوة. تعالي تعال تعال تعال. لاي 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 لاي. يا حلوك يما والله. عشتوا وعشتوا على شنو مستانسة؟ المفروض تفتحين عزة حق ولدك. بسم الله على ولدي عزة العزة عدوي. هل أنت بحترة؟ إيه إيه. واي من شنو بحتر؟ إن شاء الله على هذه اللي مزوجتها له. ما أدري عنك غيرانة محترة. سلام عليكم. هلا بعروستنا الحلوة. يا هلا والله. عليكم السلام. يا هلا بالعظاظة اللي ما خلت أحد ما قرمته. شاش بعد أقرمك علي بهتك هني أختمها لك بعد بالمرة. لا والله هاتش أمي هاتش عضي حبيبتي لما تشبعين. بعد معروف عنكم عائلة العظاظات. ما بوسخ دروسي. لا رجاء أنا ما أسمح لك تتكلمين على مرت ولدي بهالطريقة. إيه هذه شنتي مرت ولدي وحيدي. حلوة هذه بعد. رجاء كبير أنا ما أسمح. إيه واي عاد سمحتي ولا ما سمحتي؟ إحنا خايفين ومرعوبين منك وبس ننتظر أذن السماح. واي مستانسة وانت تقولين شنتي؟ هذا ويه ان شاء ما تحسفتي يا رقية. احد يزوج ولده الحية؟ حية مين انت هي؟ تخليني افصل عليك هني؟ لا اقول خالتك تعضينها امي. لا بس عاد انت خالتي وخالتي تخلخلة عظامك ان شاء الله. واللي يقولك امك اول واحدة بتلعب. ضاري تراضي على الحش ولا لا؟ لا 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 مرتبه ايش سالفة؟ ترى مرضى عليه بس تمرت العينية خلاص. يعني انا الحين انطرك ترضى ولا ما ترضى؟ اكبر طوفة في البيت طق راسك فيها. وخري عني خليني أصر عليهم. اهدي اهدي أمين أختي. وين ليش الحين ما نزلت؟ بيتي ويش فيش الصاير؟ ليش الصراخ هذا؟ ايش فيك؟ ترى هذول راح ينونوني والله لا رد أربيهم. تبيني اقول لك تسلمي ايدك. اذا حد اذاك بس قولي لي. ها روحي اختي روحي 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 روحي. هلا هلا بس بس انا اعلمكم. هلا هلا بس تسلم ايد اللي ربتك والله. تصبح على خير. دول انت ما تقدر.